السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم رياضيات للصف الأول متوسط. اليوم عندي صفحة 13، تدرب وحل مسائل حياتية. وصلنا هذا 14، يقول: ما الشكل المجسم الذي يمثله كتاب الرياضيات، وما عدد الأحرف والوجوه والرؤوس له؟ خلينا نحله بالورقة. نقول كتاب الرياضيات، هنا نقول 14. كتاب الرياضيات شكله متوازي المستطيل. كتاب الرياضيات شكله شنو؟ متوازي المستطيل، له 6 أوجه وثمان رؤوس واثنا عشر حرف. نقول كتاب الرياضيات، كتاب الرياضيات شكله، يعني هذا الحل يقول شكله متوازي المستطيل، متوازي المستطيلات، له 6 أوجه، 6 أوجه وثمان رؤوس واثنا عشر حرف. هذا الحل سؤال 14. زين، هذا 15، هاي يعني بالمدرسة مالتك فمو مهم. 16 فضاء، مكوك الفضاء هو نظام نقل فضائي متكون من 5 مركبات فضائية، ينقل رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي ويعيدهم إلى الأرض مع حمولة قد تصل إلى 32 طنا من الأقمار الصناعية والبشر والمعدات. حدد شكلين مجسمين في الصورة وصنفها، وصنفهما. سؤال 16، نقول الشكل الأول هو أسطوانة. هاي عيني، الشكل الأول أسطوانة والشكل الثاني مخروط، هو أسطوانة ومخروط، أسطوانة ومخروط. هذني ما عدهن، ليس لهم لا أحرف ولا رؤوس ولا أوجه، ليس لهم لا أحرف ولا رؤوس ولا أوجه. إذا حل سؤال 16، نقول الشكل الأول، الشكل الأول هو أسطوانة ومخروط، شكل شكلهم أسطوانة ومخروط. نقول ليس لهم لا أحرف ولا رؤوس ولا أوجه. هذا الحل سؤال 16. 17 آثار، حدد عدد الأوجه والرؤوس والأحرف للشكلين المجسمين الظاهرين في الصورة المجاورة. هذا 17، اكو شكلين، الشكل هو مكعب ومنشور رباعي، مكعب ومنشور رباعي. المكعب الى 6 أوجه وثمان رؤوس واثنا عشر حرف، يعني اثنينات من الشابهات. نقول 17 شكله مكعب ومنشور رباعي، شكله مكعب ومنشور رباعي. المكعب له 6 أوجه وثمان رؤوس واثنا عشر حرف، اثنا عشر حرف. هذا 17. 18 آثار، الأهرامات هي بنايات ملكية بناها المصريون القدماء، وتدرج البناء فيها من هرم متدرج إلى هرم مائل الشكل ثم إلى شكل الهرم الكامل المعروف في أهرامات الجيزة. حدد شكل القاعدة وارسم الشكل المجسم الذي يمثله الهرم في الصورة المجاورة. 18 نقول شكل القاعدة مربع، إذن هو هرم رباعي. الحل سؤال 18، شو نقول؟ شكل القاعدة هو مربع، إذن هو هرم رباعي، هرم رباعي. زين، فكر 19، استدلال، استعمل ما تعرفه من خصائص المجسمات للمقارنة بين المنشور الرباعي والهرم الرباعي. هنا يريد الخصائص مالت المنشور الرباعي والهرم الرباعي. لازم يعني أسوي حقل، لازم أسوي حقل. هنا نقول منشور رباعي، هذا 19 منشور رباعي، وهنا هرم
رباعي. كل الخصائص المنشور الرباعي له قاعدتين، له قاعدتين مربعتين الشكل، له قاعدتين مربعتين الشكل. بالهرم الرباعي له قاعدة واحدة مربعة الشكل. اثنين، بالمنشور الرباعي له ثمان رؤوس، له ثمان رؤوس. بالهرم الرباعي له خمسة رؤوس، خمسة رؤوس. بالمنشور الرباعي له ستة أوجه، ستة أوجه. بالهرم الرباعي له خمسة أوجه، خمسة أوجه. هنا رابعا بالمنشور الرباعي له 12 حرف، وهنا بالهرم الرباعي له 8 حرف. هذا سؤال ال 19. سؤال ال 20، ما الشكل المجسم الذي تستعمله فيه كلمة أوجه مثلثة وقاعدة واحدة فقط؟ هنا شكله هرم ثلاثي. نقول ال 20 جوابه هرم ثلاثي، هرم الثلاثي هذا العشرين. زين، هسه عندي الواحد وعشرين. يقول استعمل الأشكال المجاورة لتحدد كل مما يأتي. واحد وعشرين مستويان متوازيين على هذني، اريد أول مرة مستويان متوازيين. الواحد وعشرين هنا نقول الحل مالتها الواحد وعشرين. أقول A B F E يوازي C D H J، يعني هذا اللي هي A B E F يوازي C D G H، يعني هذا يوازي هذا، هذا الواحد وعشرين. زين، الاثنين وعشرين، 22 قال مستقيمان متقاطعان. إذا أقول مستقيمان متقاطعان، نقول AB وCA هما راح يتقاطعون، نقول يتقاطعون بالنقطة A، راح يتقاطعون بالنقطة A. زين، هسه ال 23 نقطتان تشكلان قطرا عند الوصل بينهما، نقطتان تشكلان قطرا عند الوصل بينهما. ال 23 شو نقول؟ الاي والاتش، هذه الاي والاتش شبيهم. اذا اخذنا مثلا نقطة اي واتش راح نحصل على قطر. يعني شو نقول 23 الحل مالتها؟ نقول النقطة اي واتش اذا اخذنا نقطة اي ونقطة اتش، يعني اي واتش، ايش راح نحصل؟ راح نقول سوف نحصل على قطر، سوف نحصل على قطر. زين، هسه ايش عندي؟ 23 كملته. هسه راح اكتب هذا اسم المجسم الذي يحده سطح منحني وليس له رأس ولا حرف. هلا فقرة اكتب. هو الأسطوانة، يريد الجسم المجسم الذي يحده سطح منحني وليس له رأس ولا أحرف. احنا قلنا الأسطوانة، هو الأسطوانة، شبيه الأسطوانة، ليس له أحرف ولا رأس لكنه يحده سطح منحني، سطح منحني. أسطوانة ليس له أحرف ولا رأس لكنه يحده سطح منحني. هاي عيني صفحة 13، وبالتوفيق إن شاء الله.